بعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار مشوار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعن ماضي بتحكي أخبار حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان حكاية من سالف أزمان فيها الفن ألوان ألوان بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة بتحكي عن أصل الفكرة عن ماضي ويمكن بكرة شو اللي كان وشو اللي صار وبعده مشوار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفوظ ماضي بتحكي أخبار حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال حكاية بتحكي عن أجيال صاروا مضرب للأمثال اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل اسم مسجل بالتاريخ ذكرى جديدة وما بتشيل أصل حكايتنا أفكار حكاية ومليانة أسرار حكاية فيها سطور سطور شي مكتوب وشي محفور وعما بتحكي أسرار صبوا القهوة وقولوا أهلا مثل بلادي ما فيها يلا يا أم سامي بردة القهوة يلا يلا جاي بستناكي وبستنى يا حلوة يلي منا بستناكي بالمطبخ حتى تيجي لعنا قول صباح الخير بالأول وبالثاني بالثاني أنت كل يوم على هالموال أي موال بتقوم تصحى بكير وبتيجي على المطبخ وبتعمل القهوة وبتنادي علي شو بدك اسوي يعني انادي عليكي وبعدين اجي على المطبخ بعدين اعمل القهوه وبعدين اصحى بكير تخربطش الافعال انا خلقه مخربطه وشو اللي مخربطك على هالصبح بصراحه انا زهقت من هذا اللي اسمه الدوام مو ضايل لك سنه وبتتقاعدي وبتصير تقولي لي بصراحه انا زهقت من هذه اللي اسمها القعده لا مش رح ازهق انا بعرف اشغل حالي كويس مو انت كل ما بتشغلي حالك تشغليني معاكي تدخلش حالك بالنص لا لا انا مش بالنص انا على الطرف مثل خلف اساس دمك خفيف بعرف طب قوم وصلني يلا ما تزوقيني يا ماما قوام يا ماما ده عريسي حي بتعرفي ابو سامي معاه حق انه يضل يغني وهو عم بيشتغل اه طبعا والله الغنى هيك بفرفح القلب بتسلي شو رايك نلاقي لنا اغنيه هيك هيك بالشكل اه هيك هيك نتسلى اكثر يا حبيبي هات سامي حبيبي الله يرضى عليه هلو يما يا حبيبة عمري الحمد لله من الله بخير انتو كيفكم طيب ممتاز ممتاز خلاص ولا يهمك والله اللي عملي لها طاقية وشال وفستان كمان نفس اللون الله يرضى عليك يما ابوك ولفي بده ساعة يلفي حاضر بسلم لك عليه سلم على الجميع هاي ام عدنان عندي بتسلم عليك ماشي يا امي الله معك يا حبيبي الله معك وين كنا هشك بالشك عم بعمل شوية أواعي لأولاد سامي أولاد سامي ولا بنوتة سامي حبيبة قلبك تقدري تقولي هيك أنا عارفة طب ليش ما تعملي زي إم خالد
هيها من مول لمول بتقول إنه في أواعي كتير وكله ماركات بالمولات، اشتري لها من هناك. لا هاد شغل إيدي يعني أغلى وأحلى. والله معك حق، تعرفي اللي مثل أم خالد كتار كل همهم التسوق من مول لمول ومن مطعم لمطعم. ما هو عشان هيك أنا مبسوطة بالقعدة بالبيت. يا ريت كل النسوان زيك يا أم سامي، هيك يعرفوا كيف يستغلوا وقتهم بأشياء مفيدة. أم عدنان، مثل ما في مثل أم خالد هاي كتير، في مثلي كتير، مالك؟ بتمنى يكون في مثلك كتير، عشان المرأة لازم يكون إلها دور إيجابي بهالمجتمع. موجود يا حبيبتي، موجود. وتذكري إن خليت بليت. معك حق. اسمعي يا أم عدنان، بدي أجي من المول رز، سكر، شاي، هاي بك، ديتول، سائل جلي، شوكولاتة، لحمة بلدية، لياف جلي، لياف جلي كاتبة مرتين، أجاكس، فان، ورق توليت، فاصوليا، عدس، برغل، بسكوت. خلص خلص سما. شو هالليست هاي كلها الطويلة العريضة؟ شو لسه ما خلصت، هاي الأغراض بدي أجيبها من المول. ما كل مرة بقول لي يعني خفف شوية، كتير هذا كمان. انت دايما بتنقي علي، هي كلهن غرضين ثلاث يا بنت الحلال. يا حرام غرضين ثلاثة، لا انا ظالمتك بصراحة، كتير ظالمتك. ماني كل مرة بجيب نفس الاغراض وكل مرة بقول لك خففي. وانا شو دخلني بغيري؟ اللي معه مصاري يشتري، مين مانعه؟ مانعه قلة المصاري يا ام خالد. والله يعني بدك تقنعيني انه ما في حدا معه مصاري يشتري هدول الاغراض؟ ولا قد نص هدول الاغراض. يو لعد كيف عايشين؟ لا تقولي لي بياكلوا بالمطاعم. صعب اقول لك كيف عايشين، وما رح يوصل لك الحكي. شو قصدك؟ يعني انا ما بفهم؟ يعني انا ما قلتش هيك، بس بقول لك ما معهم يشتروا خبز، بتقولي لي ياكلوا بالمطاعم. طيب يعني ناس بسطة زينا زيهم بياكلوا بالبيت. زيك ما في زي يا ام خالد. طبعا حبيبتي، لانه انا كتير حلوة كتير، هيك الناس بيقولوا عني. ام خالد قومي نروح على المول قبل ما افقع. يو يعني انت مستعجلة مثلي؟ مطول في قراية هالجريدة يا ابو عدنان؟ اي لو بعرف فيك كان عزمت ابو خالد اتسلى انا وياه. انت مليت يا ابو سامي؟ لا مش مليت، بس انا قاعد بعد الشعرات الشايبة اللي زادوا في راسي. هاو قديش صاروا بالصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. زادوا 12 شعرة في هالقعدة. إن شاء الله القعدة الجاي بيزيدوا 50. شو؟ ناوي تجيب مجلة بدل الجريدة القعدة الجاي؟ إيش يا أبو سامي؟ أنت صاير ملول؟ لا أنا مش ملول، أنا بدي أطلع من ثوبي. وين بدك تروح؟ عالبالة أشتري بنطلون. والله صاير دمك خفيف يا أبو سامي. لا أم عدنان تشكي من أم خالد، وأم سامي تشكي مني، وأنا بشكي من أبو عدنان. ظاهر إننا مش طايقين بعض هالأيام. ومع هيك إحنا عايشين أحلى عيشة بالدنيا. يا سلام، وشو يقولوا أهل أوروبا عن عيشتهم؟ الله يعينهم. والله صحيح، الله يعينهم، الله يعينهم على الفرح والانبساط والبحر والخضار والوجه الحسن والعلم. يعني انت مش مصدق انه احنا عايشين احلى عيشه؟ لا انا مصدق، بس اوروبا مش مصدقه. يا رجل شو دخل اوروبا بالموضوع؟ احنا خلينا بهمنا هلا. من الاخر، شو بتحب تشرب؟ لا 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 واجبك علي، انت شو تشرب؟ انا بشرب زنجبيل لأني خايف على صوتي ينبح من هالنقاش. يا ريتو أهلا وسهلا بأم خالد. أهلا فيك يا حبيبتي. يا بنتي الحلو حلو من غير زينة. شكرا كلك ذوق، بس بصراحة كنت خايفة كتير إنه الهواء والشمس يخربوا لي مكياجي. شو رأيك يعني نجيب الهوا هيك ونحطه بكيس ونبعده عنك؟ شكراً كتير حبيبتي، بس برضو هوا الصيف كتير حلو. قلتي لي بالصيف. طبعاً الصيف بشرفك بشرفك، ما الصيف حلو كتير وبجنن؟ طب والشمس؟ يعني الشمس حلوة بالشتا بس.
شو رأيك نشرب قهوة على السكت؟ وبصير موضة بين الناس. وبيبطل حدا يحكي مع حدا. ياي أوريجينال خالص. ياي أوريجينال خالص، هذا اللي بيهمك بس أنت الموضة. طب يلا نحكي. شو بدنا نحكي؟ ما قلنا قهوة وعالسكت. نحكي عن المشروع اللي بجنن. وشو هو هذا المشروع اللي بجنن؟ أول شيء كيف لازم تقعدي وحضرتك ساكتي. كيف بدي أقعد وأنا ساكتة؟ بقعد هيك. أبداً امبوسيبل، هاي مش قعدة وحدة ساكتي. العاد شو بتسمي هاي القعدة؟ اتفرج علي شو بدي أعمل. اسمعي، أصفني هيك، اعملي هيك، أو فكري هيك. استني علي شوي. شو بدك؟ بدي نضل نحكي ونحكي 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 ونشرب قهوة. أنا سحبت اقتراحي خلص. أوكي خلص زي ما بدك. صحتين وهنا. اتبحبح رمضان على البواب. اهلا شهر الرحمة والغفران. مثل عادتك، اذا في اشي جع بالك جيبه قبل رمضان. برافو عليكي، ذكرتيني. ترى هذه جارتك ام خالد ما بتخلي شي لغيرها. ما شاء الله عليك مستقل بحالك، ما انت بتصير تجيب بالشوالات والكراتين. ولا شو بدك يا عدنان ننقطع يعني؟ يا ابو عدنان انت وغيرك من هالناس اتركوا هالعادة. اي عادة؟ عادة الفجعن برمضان. شو بدك يا عدنان يعني؟ بدك نصوم نصوم ونفطر على بصلي؟ لا، بدي تحيي هالشهر بالرحمة والغفران اللي بتحكي عنهم. هذا اشي وذاك اشي ثاني يا ستي، احنا بناكل عشان نقدر نصوم. يا عمي ما حدا بقول ما تاكل، بس كل اشي بيزيد عن حده بنقص. بدي اسألك، بيصير رمضان بدون قطايف؟ افهمتك يا ابو عدنان، كل شي مسموح برمضان بس بالاصول. من وين جايبه هالاصول؟ طب بتعرف انه نص الحارة برمضان بصيبهم تلبك معدة؟ من شو دخلك؟ يمكن مش متسحرين. رمضان شهر عبادة مش شهر أكل. بتعرف يا أم عدنان، والله معك حق، أنا بصلاة الترويح بحس حالي هيك بلهث. طبعا، ما انت على الإفطار بتاكل وجبتين. يا بنت الحلال الأكل منيح. يا ابن الحلال الاعتدال أحسن. تقبل الله طاعتك يا ابو سامي. منا ومنك صالح الاعمال يا ام سامي. يا ابو سامي على ايام زمان. ليش مالها هاي الايام؟ انا قصدي يعني على الايام اللي كنا نقضي فيها شهر رمضان. صحيح كتير شغلات تغيرت. أنا اللي بهمني جمعة العيلة ما تتغير. صحيح، لو كل شي تغير بس جمعة العيلة ما تتغير. تتذكر يا أبو سامي أيام كنا نجتمع كلياتنا على سفرة واحدة؟ ولسه في ناس كثير يا أبو سامي بقعدوا على سفرة واحدة، ويمكن حتى على صحن واحد. إلا أولادنا عم بيفطروا بالغربة. الحياة صعبة، فرقت الأهل عن بعض. اللي مريحني شوي إن أولادنا بيحكوا معانا كل يوم قبل الفطور، بحسهم هيك لحظات قاعدين معانا. الحمد لله إنه لقيت إشي يريحك في رمضان.
رمضان كلياته راحة وهدات بال شو ما كان. يا ريت كل الناس تحس هالإحساس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. صدق رسول الله. وقديش في رمضان بنشوف ناس تكثر خيراتها وصدقاتها. الحمد لله، الحمد لله إنه ناس لسه قلوبها على بعض. مظبوط صحيح. ويا ريت هالإحساس يظل موجود دائما بين الناس. دخلك ليش هالإحساس هذا ما يضل موجود طول السنة؟ موجود بس مش بهاي الصورة، لأنه رمضان بيصحي كتير ناس. الحمد لله، الحمد لله اللي في إشي صحي هالناس. عشو بتدور؟ على المصحف الشريف. هيو بغرفتك، الفجر كنت تقرأ فيه. وليه حضرتك مش جاهزة لهلأ؟ مش المفروض انه نروح على المول بكير؟ يا بنت الحلال جاهزة، بس روقي استني شوي. عايش مستعجلة؟ مستعجلة لانه حبيبة الناس بالوقفات بتصير فجعاني ما بيخلوا شي. اساس انتي يعني اللي راح تخلي اشي لغيرك. هيه ضلي علقي. اوعي تكوني عم تستني مسلسل بدك تحضريه. لا مسلسل ولا غيره. اسمعي، في برنامج عن الصيام عند شعوب العالم بياخد العقل. واحنا شو دخلنا بشعوب العالم؟ شو دخلنا؟ منتفرج بنشوف. بتعرفي انهم عرفوا صيام قبل 6000 سنة؟ والله، وكان عندهم وقفات عيد مثلنا. انتي هذا اللي همك بس. طبعا. اسمعي، بعد شوي بيبدأ البرنامج، شو رأيك نحضره سوا؟ خلص اوكي، عشانك منشوف الناس كيف كانوا يصوموا قبل 6000 سنة. ايوة. بس بتقومي تعملي لي قهوة هلا. يلا بس نشوف اذا بدأ. قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. صدق الله العظيم. جدو جدو. لا أنا بالأول. يا حبايبي دائما جدو حاضر موجود، بس اتفقوا بينكم مين اللي بدي يحكي بالأول. خلي سلمى بالأول. شكرا يا شادي. اتفضل يا سلمى، أكيد في عندك سؤال زي العادة. صح يا جدو شاطر. يا حبيبي الجدو، ولأني شاطر اسأليني. خلي شادي يسأل بالأول. تفضل يا أستاذ شادي اسأل. معقول يا جدو إنه كان في صيام قبلنا؟ معقول يا جدو الناس عرفت الصيام قبل الإسلام؟ آها، اسمعوا يا حبايبي، افتحوا دفاتركوا وكتبوا زي ما تعودتوا. يلا شوفوا يا حبايبي، الصيام عند الفراعنة عام 3000 قبل الميلاد، وعند البابليين والهنود عام 2000 قبل الميلاد، بينما عند الفرس واليونان عام 1000 قبل الميلاد، أما عند الرومان عام 100 قبل الميلاد. خلينا نبدأ بأبعد ناس، الفراعنة 3000 سنة قبل الميلاد. الصوم نوعين، صوم الكهنة واللي هو تقربا للآلهة وإرضاء الأموات، ومدته 7 أيام. شو دخل الأموات بالصيام؟ كانوا بيعتقدوا يا حبيبي يا شادي إنهم بيشاركوا الميت بالامتناع عن الطعام، وهيك برضى الميت عنهم وما بيأذيهم. النوع الثاني. النوع الثاني يا حبيبتي يا سلمى صيام الشعب، وهذا له مواسم، فيضان النيل والحصاد والأعياد، وهذا برضو مدته 7 أيام. هلا دول البابليين. الصيام يا حبيبي يا شادي عند البابليين ما كان فرض بس كان مستحب، وكان مدته 30 يوم متفرقة. والهند يا جدو كيف كان يصوم؟ الهنود يا سلمى من يوم يومهم طبقتين، أغنياء وفقراء، وحتى يتحدوا بفعل واحد طلبوا منهم رجال الدين انهم يصوموا. وكيف رضي الغني صوم مع الفقير؟ الغني طول عمره بحاجة رجال الدين، وعلشان هيك يا جدو بيردوا عليهم. اجا دول الفرس يا جدو. ايران اللي هي اليوم كان اسمها بلاد فارس، وكان يؤمنوا بزرادشت اللي حرم عليهم الصوم، واعتبروا بنظره فرح، ما بصير نعذب الجسد بالصوم. اجا بعدهم ماني اللي كانت ديانته بتميل للشر، وكانوا جماعته اللي يتبعوا يصوموا، كانوا يصوموا يومين
إذا كان القمر بدر، ويومين إذا كان هلال، وهيك على طول السنة يا حبايبي. واليونان كيف كانوا يصوموا؟ صيام اليونان كان خاص برجال الدين في المعابد، وهدفهم منه أنه يطلبوا من الآلهة أسرار الكون، وأجوا الرومان بعدهم وعملوا مثلهم. يعني الرومان صاموا حتى يعرفوا أسرار الكون من الآلهة؟ نعم يا سلمى. سبحان الله والحمد لله، صومنا طاعة وصومنا عبادة. وشهر الصوم شهر رحمة وغفران. تواصل جمعية دار أيتام نهر الحياة حملة الجنيه لاستكمال بناء دار أيتام نهر الحياة، وقد نفض. وليه سكرت التلفزيون؟ عشانك، ما انت بتقولي بدنا نروح على المول. اسمعي خلص، انا بطلت اروح على المول. ليش بطلتي؟ لابسه وملبسه وجاهزه بالكيشان نروح على المول. بصراحه اثرت في حاله سلمى وشادي كتير. شو اللي اثر فيكي؟ اكيد في كتير اطفال مثلهم مش لاقيين اواعي يلبسوها على العيد. في زيهم مش لاقيين ياكلوا قبل ما يلبسوا. إن شاء الله أنا ناوي ليلة القدر أفرح مثل هيك أطفال محتاجين. معقول؟ إم خالد اللي بتحكي هالحكي؟ وليش مش معقول؟ أنا مش إنسانية يا أم عدنان، وإحنا بشهر الرحمة، وإذا إحنا ما رحمنا بعض كيف رح نطلب من الله يرحمنا؟ مش عارفة أبكي ولا أضحك. بالعكس لازم تفرحي، لأنه ربنا هداني بهالشهر الكريم إني أقدر أعمل خير. طيب شو بدك تسوي؟ بدي أشتري ملابس بمبلغ كبير وأودي لجمعية خيرية. طيب ليش ما تدفعي المبلغ للجمعية وهم بيشتروا كل إشي؟ طيب وليش ما أجمع التنتين مع بعض؟ شو بتقصدي؟ يعني أشتري ملابس للأطفال وأعطي المبلغ للجمعية. برافو عليكي، الله يكتر خيرك يا أم خالد.